السلام عليكم متابعات ومتابعي قناة الفلاح الصغير، معكم أخوكم محمد صوفا، مرحبا بكم. اليوم نتقاسم مع الإخوة والأخوات المهتمين بزراعة الأفوكادو الأشجار الاستوائية التي تتأثر بالتغيرات المناخية، وليس فقط الأشجار المثمرة الاستوائية اللي تتأثر بالشونجمون كليماتيك اللي كاين الآن، تتأثر على جميع المحاصيل خاصة مثل المحاصيل الأفوكادو مثلا البابايا والمانك إلى آخره، كاين تأثير. لهذا يتم الآن تفكير في كيفية حماية الأشجار من هذه التحولات المناخية. التجربة اللي أمامكم أحد الأصدقاء اللي قام ببناء واحد البيت مغطى كما كتشوفوا، استعمل الفيلي، استعمل الشبكة البيضاء، استعمل كذلك الأعمدة إلى آخره، الشكل ديال لاسير او البيت جرين هاوس او البيت المغطى، الشكل ديال البنان وزرعات اخرى. هذه العمليه مكنت انه يتجاوز المشاكل ديال الشوم الاخير اللي كان في الصيف، وكذلك الرياح، رغم انكم ستلاحظوا كاين تاثير الرياح الاخيره، لكن عموما الانتاج ما تاثرش، الاشجار ما تاثرش بشكل كبير، نقدر نقول ما تكثروش مرة. لاحظوا الانتاج الهاص، انتاج غزير رغم ان الشجرة لازالت حديثة الزراعة. لاحظوا الهاص، كذلك انتاج الفويرتي مزيان لا بأس به، واحد الكاليبر الخاص. شوفوا واحد النموذج ديال زوطانو، كاليبر مزيان، حجم جد معقول، هذه زوطانو. كذلك الفويرتي، صنف الفويرتي هو الاخر مزيان، انتاج ديالو جيد، وكلشي كامل بفضل هاد لاصيغ، بفضل هاد طريقه العمل. نقدر نقول لكم ان هذه الصيغه الوحيده، زائد لي زاسبيرسور ديال الرشاش، لكن الحمايه اكثر هو هاد البريزفون بهذا الشكل، يكون محكم. دونك هذه تجربه في نظري ناجحه. تقدروا الاخوان اللي كيسولونا دائما على البدائل ولا على طرق حمايه من التغيرات المناخيه، هي تجربه حيه امامكم، تقدروا تستفدوا منها. اللي عنده شي استفسار يتواصل معنا، وشكرا. كذلك الناس اللي مهتمين بشراء الفاكهة يتواصلوا معنا، شكرا.